طيب، السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة هنبتدي مع بعض المحاضرة رقم 10 في كورس دبلومة المعايير، وهنتكلم النهاردة عن معيار الـ IAS 16 اللي هو Property Planet and Equipment. والنهاردة بإذن الله هنخلصه المعيار ده يا شباب، يعني بإذن الله هنخلصه. طيب، طب اسم حضرتك إيه؟ وانا مش دكتور بس يا جماعه مبدئيا. طيب تمام، عشان انا ديكي بس، ايه الاسم اللي نادي بيه؟ ماشي يا استاذ رحاب، تمام. هنتكلموا النهارده باذن الله على اربع عناوين، اللي هو نموذج اعاده التقييم الريفالويشن موديل، وبعدين الاهلاك الديبريشيشن، وبعدين قابليه استرداد القيمه الدفتريه، والدي ريكوجنيشن اللي هو الغاء الاعتراف بالاصل، والملاحظات اللي بتظهر على القوائم الماليه المرتبطة بالمعيار ده. احنا كنا اتكلمنا يا جماعة عن المعيار ده في المحاضرة اللي فاتت، والنهاردة هنكمله كلامنا عنه. ماشي، المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على حاجة اسمها الكوست موديل، وعرفنا المعيار والسكوب بتاع المعيار، ان المعيار ده مرتبط بالاصول الثابتة، وفرقنا ما بين الاهلاك الديبريشيشن والامورتايزيشن اللي هو الاطفاء، والديبليشن اللي هو النضوب. عندك فكرة يا عبد الله ايه الفرق ما بينهم؟ افتح كده المايك واطلع كده، كسر الدنيا يا ريس. عبد الله، طب استاذة ايناس بقى تقول لنا ايه الفرق ما بينهم. عبد الله ماشي، استاذة ايناس سريعا كده، ايه الفرق ما بينهم؟ الديبريشيشن اللي هو نقص الفيديو في قيمة الأصل. بالظبط، بس هو الديبريشيشن اللي هو الإهلاك ده مرتبط بيه الفيكسد أسيتس. بالظبط، أو التانجبل، الأصول الملموسة. صح كده؟ أيوه بالظبط، كان الإطفاء بالأصول غير الملموسة. للإنتانجبل؟ طب الديبليشن؟ الديبليشن للأرض اللي هي معدلات النفاذ. اللي هو بيسموه الاستنفاذ، بيبقى اللي هي الاصول الحيويه، صح كده؟ تمام. طيب، فلازم يا جماعه نفرقوا برضو ما بين الثلاث حاجات دول. يا ريتنا ما كنا سالنا السؤال ده لعبد الله، هو ماشي. يلا طيب، خلينا نشوف نموذج اعاده تقييم الريفالويشن موديل. هو يعني ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ ان انا لما بشتري الاصل، ايه اللي بيحصل كده من البدايه؟ ثواني اعمل قلم بس. اللي بيحصل ان انا في عندي حاجه اسمها ديت اوف اكويزيشن، تاريخ الاستحواذ على الاصل. في تاريخ الاستحواذ على الاصل ده ايه اللي بيحصل؟ انا بشتري الاصل، بسجل الاصل في التاريخ ده بحاجه اسمها الكوست موديل، نموذج التكلفه. يعني بسجل الاصل بالتكلفه بتاعته، انا اشتريته ب 100,000 مثلا، بسجله ب 100,000. في بيحصل بعد كده ممكن استخدم حاجه بناء على الاي اف ار اس، بناء على المعايير الدوليه، اسمها اللي هو الريفالويشن موديل. ده بعد كده، ده بعد الديت اوف اكوزيشن، بعد تاريخ الاستحواذ. في اي سنه بعد كده ممكن اشتغل بحاجه اسمها الريفالويشن موديل، ان انا اعمل اعاده تقييم للاصل، وده مقبول بس في الاي اف ار اس. اليو اس جاب ما بيسمحش بالريفالويشن موديل او اعاده التقييم الا في ظروف معينه، زي مثلا ان انا هبيع الاصل ده، اخد بالك ان انا يعني الاصل ده هيتباع، ففي الحاله دي بيسمحوا بالريفالويشن موديل. لكن الاي اف ار اس بيسمح باعاده التقييم، واعاده التقييم دي ممكن يطلع لي ربح. فمثلا الاصل ده لو مثلا ب 100,000 يبقى مثلا ب 110، او ممكن اعاده التقييم يطلع لي خساره. هنشوفه برضو الكلام ده بالتفصيل. طيب، بموجب نموذج اعاده التقييم الريفالويشن موديل، يجب اجراء عمليه اعاده التقييم بانتظام، كاريد اوت ريجولارلي، بشكل منتظم، بحيث لا تختلف، مفيش ديفر ماديا، مفيش اختلاف مادي، القيمة الدفترية الكارينج اماونت عن القيمة العادلة الفير فاليو،
في تاريخ الميزانية العمومية at the balance sheet. وقلت لك هنا قد تستمر الشركة في استخدام نموذج التكلفة الكوست موديل اللي هو يفضل مسجل الأصل بالتكلفة بتاعته ال100,000، أو قد تختار الانتقال إلى نموذج إعادة التقييم. هو يشتغل بالكوست موديل يا بالريفالويشن موديل. الموضوع اختياري مش إلزامي على الشركات. طيب إذا تمت إعادة تقييم عنصر ما فيجب إعادة تقييم فئة الأصول التي ينتمي إليها هذا الأصل بالكامل. فذا انتاير كلاس اوف ذا اسيت تو ويتش ذا اسيت بيلونجز شود بي ريفاليد. يعني انا بقيم مثلا الاصول بتاعتي، او بقيم مثلا السيارات، والسيارات ده يعتبر اصل غير متداول، اصل ثابت. بقيم مثلا العربيات، فكل العربيات الانتاير كلاس، كل العربيات اللي عندي يتعمل لها ريفالويشن، اعادة تقييم، بغض النظر عن الموقع. يعني انا ممكن مثلا كشركة عندي فرع هنا فرع هنا فرع هنا، وكل فرع فيه عربيات كأصول ثابتة، عربيات بنقل بيها البضاعة مثلا، فده يعتبر بالنسبة لي أصل ثابت. العربيات دي لو أنا جيت عملت ريفالويشن لازم على كل العربيات، في المكان A في المكان B في المكان C، فكل الكاتيجوري ده أو كل الكلاس، الكلاس يعتبر يعني تصنيف أعلى من الكاتيجوري، فالكلاس كل العربيات في الكلاس ده او كل العربيات يعني بيتعمل لها ريفالويشن، وده اللي بيخلي إعادة التقييم صعب، وده اللي بيخلي يعني الغالب في الشركات ما بتستخدمش إعادة التقييم. صح كده يا استاذة ايناس ولا في حاجة غلط؟ ايوه فهمت. صح، الشركات ما بتتجهش لإعادة التقييم صح، لا لأن لا خالص خالص حتى عندنا في مصر هنا ده بالذات في مصر. بالذات في مصر. تمام، فهنا اديتك ملاحظة not a specific asset، ما بيشتغلش على أصول محددة، لا لازم ال entire class، ويتم إهلاك الأصول المعادة تقييمها بنفس الطريقة المتبعة في نموذج التكلفة. يعني برضو لما بعمل إعادة تقييم بيتم الإهلاك بناء على الأساس الجديد اللي طالع من إعادة التقييم. يعني أنا الأصل ده مثلا لقيت ان البوك فاليو بتاعته، القيمة الدفترية بتاعته عندي ب100,000، عملت اعادة تقييم طلعت مثلا ب110، وفاضل على عمر القص ده 5 سنين، فهيتم الاهلاك بناء على ال110 مش على ال100. هنشوفه برضو مثال على الجزئية دي. اذا نتج عن اعادة التقييم زيادة في القيمة increase in value، فيجب تسجيلها، يعمل لها credited في الدخل الشامل الاخر الـ other comprehensive income. انا عندي قايمه اللي هي الانكم ستيتمنت، قايمه الدخل اللي هي بنسميها البي اند ال، الارباح والخسائر البي اند ال. القايمه دي بتطلع لي العناصر بتاعت قايمه الدخل اللي هي الريفينيو والكوجز والجروس بروفيت والاوبريتنج اكسبنس والاوبريتنج انكم والانترست اكسبنس والتاكس، وفي الاخر بتطلع لي النت انكم. القايمه دي لما بتطلع لي الكلام ده كله بيظهر بعديها قايمه اسمها الاذر كومبريهنسيف انكم، اللي هي قايمة الدخل الشامل الآخر. القايمة دي بتتكون من 4 حاجات بنختصرهم في 4 حروف اللي هم باف، ده بناء على اليو اس جاب، وبتتكون من 5 حاجات بناء على الاي اف ار اس اللي هي بافر. الار هنا اللي هي الريفالويشن، فأي حاجة من الريفالويشن تمام، الزيادة بتاعت الريفالويشن بتظهر معايا في الار هنا في القايمة دي في الاذر كومبريهنسيف انكم. النقص بيظهر برضو في القايمة دي في الاذر كومبريهنسيف انكم، فخدوا بالكم ان هو ما بيتسجلش على الانكم ستيتمنت، لا بيتسجل في القايمة دي الاذر كومبريهنسيف انكم. وفي الاخر القايمة دي بتتقفل في حساب في الايكويتي اللي هو حساب الاكيوميليتد اذر كومبريهنسيف انكم، هو الاي او سي اي. طيب لو نتج عن التقييم زيادة فدي أول حاجة بعملها. تاني حاجة وتجميعها في حقوق الملكية تحت عنوان فائض إعادة التقييم accumulated in equity under the head the heading revaluation surplus. يعني برضو بدل ما انقلها ل أو بدل يعني بنقلها لل AOCI، و ممكن أحط كده sub category اللي هو revaluation surplus، وطبعا الكاتيجوري الرئيسي عندي اللي هو الايكويتي في البالانس شيت.
طيب ما لم تمثل انعكاسا لانخفاض اعاده التقييم في نفس الاصول المعترف بها سابقا كمصروف، حيث في حاله وجوب الاعتراف بها في الربح او الخساره. طيب خلينا نكمل هنا. يمكن ان تحدث الزياده في القيمه لعدد من الاسباب. ايه الحاجات اللي تزود قيمه الاصول؟ بما في ذلك زياده في الطلب increased demand، او ضعف العرض weakening supply، او نتيجه للتغيرات في التضخم as a result of a change in inflation، او نتيجه للتغيرات في معدلات الفائده as a result of a change in interest rates. استاذ ايناس ضيف لنا اضافه هنا في السلايد ده على ايه؟ على الموضوع ده مفيش اضافه هنا، مفيش اي حاجه يتضاف فيها حاجه؟ مفيش. ها طيب خلاص نخش على الاسئله ونبتدي بأستاذة رحاب. ماشي، اكتبي كده في الإجابات ايه الإجابة اللي شايفاها. أقرأ لك السؤال: an increase in the value of fixed asset، زيادة في قيمة أصل ثابت، is referred to as، ده بيتم الإشارة ليه ك depreciation إهلاك، ولا appreciation، أو depreciation عكسه ال appreciation، الإهلاك اللي هو انخفاض في القيمة، ال appreciation اللي هو الزيادة في القيمة، ولا ماركت كابيتاليزيشن، ولا ريفرس ديبريشيشن عكس الاهلاك. ماركت كابيتاليزيشن مش عارف، الرأسمالة السوقية ممكن، فهي السي والدي ممكن تقولي ان هم مستبعدين يعني. ايه رأيك؟ ممكن اني الاجابة الايه. بصي خدي بالك، هو بيقول an increase، ف an increase، بصي an increase هي دي المشكلة. فلو قال an decrease يبقى الايه depreciation، لكن بما انه قال an increase خدي بالك فده العكس اللي هو appreciation. اه بالظبط بالظبط اللي هو B. طيب معانا ربيع، معايا ربيع ولا مش معانا؟ رابح، اه معلش يا رابح، معلش يا رابح. ماشي طيب تعرف تقرا لنا السؤال ده كده وخلاص اقراه انا وانت قول لي ايه الاجابه. يقول لك under IFRS، تحت المعايير، when an entity chooses the revaluation model، لما يختار نموذج إعادة التقييم، as its accounting policy، كسياسة محاسبية، for measuring property planet and equipment، إن هو يقيس الـ PP&E اللي هي الأصول الثابتة، ما هو الـ fixed asset أو الـ PP&E أو الـ non current assets كلهم نفس المعنى. which of the following statements is correct، مين من اللي جاي يعتبر إجابة مظبوطة؟ ماشي، في استخدام النموذج ده اللي هو الـ revaluation model فيما يتعلق بالاصول الثابته، مين من اللي جاي يعتبر مظبوط؟ when an asset is revalued، لما بيتم اعاده، اخد بالك، تقييم للاصل، the entire class of property planet and equipment to which that asset belong must be revalued. هل ال entire class بيتعمل له revaluation، بيتعمل له اعاده تقييم؟ تاني حاجة، when an asset is revalued، لما بتعمل إعادة تقييم الأصل، individual asset within the class of property planet and equipment to which the asset belong can be revalued. هل ال individual asset بس هو اللي بيتعمل له revaluation؟ فأنا عندي ال entire class وال individual asset. الإجابة C، revaluation of property planet and equipment must be made at least every 3 years. ال revaluation ده على الأقل يتعمل كل 3 سنين. الإجابة دي increases in assets carrying value، الانخفاض في القيمة الدفترية للأصل، as a result of the first revaluation must be recognized as a component of profit or loss. الانخفاض في القيمة الدفترية للأصل نتيجة لإعادة التقييم لأول مرة، ده بيتم الاعتراف بيه في الـ profit and loss. إيه رأيك يا رابح؟ إيه الإجابة المظبوطة هنا؟ الإجابة إيه مظبوط؟ الإجابة إيه؟ طيب حد شاكك في إجابة؟ طيب يا جماعة
واهلا يا عم احمد، صح كده؟ جيت متأخر انت، بس ماشي. لو عندك مايك يا عم احمد افتحه كده وكلمنا. استاذة رحاب عندك؟ استاذة رحاب عندك في حاجة طب من دول مش واضحة او حاجة شاكة فيها؟ مفيش. طيب خلينا نشوفه. طيب اللي هي الإجابة دي، ليه الإجابة دي غلط؟ المشكلة يا جماعة ما بيبقاش في مايك، يبقى التفاعل صعب جدا. بالظبط الإجابة، بالظبط البروفيت اند لوس. غلط، دي غلط لأن هي بتظهر في الأو سي أي، لأن دي تعتبر، صح كده أستاذة إيناس؟ صححي لي برضه، يعتبر unrealized third unrealized gain or loss، صح؟ كمان غير محقق. بالظبط، يعتبر غير محقق. طب لو تم تحقيقه بيظهر في البروفيت اند لوس، صح؟ تمام. بالظبط، يعني انا لو بعت الاصل ده وبعته بمكسب او خساره بيظهر معايا في البروفيت اور لوس اللي هي الانكم ستيتمنت، تمام. تمام. لكن لانه unrealized فما بيظهرش معايا. طيب الريفالويشن بيتعمل كل 3 سنين، دي غلط لان المعيار ما حددش، صح كده استاذه ايناس؟ برضو المصري نفس الكلام، نفس الكلام ما حددش. طيب نشوفوا السؤال اللي جاي. طيب استاذه ايناس اقرأوا لنا كده وقول لنا ايه الاجابه. The use of the re-evaluation model requests allows all the following except for. ايوه احمد الصوت. ماشي يا استاذه انس اتفضلي. معلش. The use of the re-evaluation model requires allows all the following except for the existence of an active market for the assets, the selective use of the model to evaluate specific assets, the use of the model of the intangible assets. See, I think. هل الريفالويشن ده ما بيمشيش مع الانتانجبل؟ لا بيمشي. بيمشي مع الانتانجبل، بس هو المعيار هنا متخصص ب، صح كده؟ التانجبل. ايوه. تمام. واللي ما يعرفش يا جماعه، الانتانجبل اللي هو غير ملموس يعني، والتانجبل اللي هو الملموس. طيب فهي دي صح. هو بيقول اكسبت. ممكن تختار لنا اجابه تانيه يا استاذه ايناس؟ هي بي، لان بيتكلم هنا على evaluate specific assets، احنا قلنا ال entire class، هي دي المشكلة. ماشي، لما بعمل اعادة تقييم بطبقه على كل ال class. اول واحدة the existence of an active market for the asset، وجود سوق active market، سوق نشط للأصل ده بيخلي ان انا اقدر احدد سعره، فأقدر أحدد سعر الأصل، فالإجابة هي بي. نشوف التعليق. under IFRS a company is allowed to use the cost model اللي هو النموذج بتاع التكلفة for some classes لبعض الأصناف of assets من الأصول and the revaluation model for others، والنموذج ده لأصناف تانية. but the company must apply the same model to all assets within a particular class of assets. طالما اخترت الكوست موديل تطبقه على كل الاصول، اخترت الريفالويشن موديل تطبقه على كل الاصول اللي هي جوه الكلاس، زي ما قلنا الكارز مثلا، الماشينز، كل الماشينز اللي عندي اتعمل لها كده، البيلدينجز،
كل البيلدينجز اللي عندي اتعمل لها ريفالويشن، اللاندز الاراضي كل الاراضي اتعمل لها ريفالويشن، اند ماست ريفيل او ماست ريفاليو اول ايتم ويزن ا كلاس تو افويد سيلكتيف ريفالويشن. يعني ما ينفعش اشتغل على سبيسيفيك اسيت، لازم كل الكلاس انتاير كلاس. ماشي، خلينا نرجع نكمل. يمكن استخدام نموذج إعادة التقييم فقط في القيمة العادلة للأصول التي يمكن قياسها بشكل موثوق، عشان كده لازم يبقى فيه active market، يبقى فيه سوق فعال للأصل ده عشان أقدر أحدد الـ fair value بتاعته، الـ fair value اللي هي القيمة العادلة بتاعته. الـ fair value of the asset can be reliably measured، يمكن قياسها بشكل موثوق فيه. ونتيجة لذلك يمكن استخدام لفئات الأصول غير الملموسة الـ intangible assets فقط في حالة وجود سوق نشط للأصل. active market for the asset exist، لازم يبقى فيه exist ل يعني يبقى فيه سوق نشط للأصل سواء كان ملموس أو غير ملموس. ونادرا ما يتم استخدام الأصول الملموسة أو غير الملموسة، ولكن يستخدم بشكل أكبر الأصول غير الملموسة. ايه المشكلة هنا؟ نادرا ما يتم استخدام الأصول الملموسة أو غير الملموسة، ولكن بشكل أكبر الأصول غير الملموسة. ماشي، قال ان النموذج ده بيتم استخدامه بشكل اكبر للاصول غير الملموسه. طب ماشي ماشي، معلش مشكله في الترجمه. خلينا نشوفه السؤال، سؤالين هنا. ايه يا احمد، تدخل معانا ولا ايه؟ اكتب لنا طب اي حاجه في الشات ونشوفه. استاذه رحاب، اقرا لك السؤال برضو وقولي لي الاجابه. Under IFRS an entity that acquires an intangible asset او intangible asset، يعني الشركه استحوذت acquires استحوذت على اصل ملموس. ثواني بس القلم. اصل ملموس intangible او غير ملموس، معلش intangible غير ملموس. طيب entity that acquired an intangible asset may use، ممكن تستخدم the revaluation model for subsequent measurement. فرابح بقى هو اللي هيجاوب السؤال ده لان استاذه رحاب مشت. فرابح، فالشركه ممكن تستخدم الريفالويشن موديل للسبسيكوينت ميجرمنت، للقياسات اللاحقه. only if، فقط اذا كان. تمام، امتى اقدر استخدم الريفالويشن موديل؟ عبد الرحمن الميكروفون فيه مشكلة. اسمك عبد الرحمن، معلش انا ظاهر عندي احمد. فماشي ماشي ماشي عبد الرحمن، مفيش مشكلة. طيب امتى بقى يا رابح؟ صح كده رابح؟ رابح تمام. امتى يا رابح اقدر استخدم الريفالويشن موديل؟ The useful life of intangible asset can be reliably determined، اقدر احدد useful life للاصل الغير ملموس ده. an active market exists for the intangible assets، ان الاصل ده يكون ليه active market. the cost of intangible asset can be measured reliably، ان انا اقدر اقيس التكلفه بتاعت الاصل بشكل موثوق فيه. the intangible asset is monetary assets، الاصل الغير ملموس يعتبر اصل نقدي. ايه رايك يا رابح؟ ايه الاجابه؟ بي the active market of existence the active market exists for intangible assets، هي بالظبط الاجابه بي. طب استاذه ايناس شوف لنا السؤال الثاني كده. استاذه ايناس معانا؟ السؤال الثاني. Which of the following is assertion that in order for item to be recognized as an intangible asset other than goodwill. هو باخد بالك بيفرق ما بين الانتنجبل اسيتس والجود ويل. بيحطها لوحدها لان هي ملهاش عمر. فمين من اللي جاي يمشي مع الانتانجبل اسيتس؟
هو بيقول ايه المعيار اللي اقدر استخدمه عشان اعترف بالحاجة دي كأصل غير ملموس. بي The item is part of entity's activity aimed to gain new sufficient او ايه scientific new scientific حاجة علمي يعني or technical knowledge. لا 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 مش بي اهو. لا مش بي. ايه ايه اذا item fair value can be measured reliable يعني ان انا اقدر اقيس القيمة العادلة للاصل بشكل موثوق بيه ده يخليني اعترف بيه ك intangible asset. طب ايه رأيك في الأخيرة؟ انا حاسس ان هي الأخيرة بصراحة. identifiable and rich physical substances. يعني هي مش واضحة قوي. يعني the item is identifiable، يعني يمكن تحديده يمكن تعريفه أو تحديده، بالظبط ونقص فيه الفيزيكال rich دي يعني سابستنس هنا اللي هو الوجود المادي. نقص نقص في الوجود المادي ومش اه موجود بالطريقة مادية يعني. بالظبط بالظبط تمام أيوه. فهي دي. طيب رابح برضو قال بي تقريبا. طيب استاذ رحاب رجعت اهو. تمام ماشي يا استاذ رحاب نشوف السؤال ده. Which of the following statement inaccurately describes the revaluation model؟ مين من اللي جاي يعتبر خطأ في وصف ليه او يعني وصف غير دقيق للريفاليويشن موديل لنموذج اعادة التقييم؟ The revaluation model can be used even if the fair value of the asset cannot be reliably measured. ممكن استخدم النموذج ده حتى لو الفير فاليو بتاع الاصل ما اقدرش احدده بشكل موثوق فيه. هو ده المقصود باول واحده. تاني واحده if the carrying amount of asset class is initially decreased the decrease is recognized in profit or loss on the income statement. لو القيمه الدفتريه للاصل ده نزلت حصل لها ديكريز الانخفاض ده هيتم الاعتراف فيه في البروفيت واللوس في قائمة ال او هيتم اعتراف بيه كربح او خسارة في قائمة الدخل الانكم ستيتمنت. الاجابة سي ذا كارينج اماونت. راحت استاذة رحاب. طيب رابح بقى عبد الرحمن. ايه يا عبد انا الرحمن؟ ايوه الميكروفون شغال كده سامعينك عبد الرحمن. تمام ماشي. الاول ازيك اخبارك ايه؟ الله يخليك. تمام والله الحمد لله. بس حلو الاسانسير اللي انت متصور فيه ده. لا لا ده كوندو عادي مش اسانسير يا خساره. لا طيب طيب اهو الانسر هتبقى انسر ايه؟ رقم ايه؟ ماشي بس هو ده مش سؤالك بس ماشي ماشي كويس. ايه ده انا لا غلط يعني؟ عادي لا 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 عادي 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 مش مشكله بس ماشي. هي الاجابه ايه صح؟ اه طب قول لنا ليه مثلا الإجابة سي دي اللي احنا ما قريناهاش ليه غلط؟ The carrying amounts of assets are the fair values at the date of valuation less any subsequent accumulated depreciation or amortization. ليه؟ هو تعريف ال carrying amount أصلا الصراحة أنا مش مجمع الحتة دي. رقم سي الصراحة مش مجمع. طيب بي مثلا بي ليه غلط؟ ايه جات ولا سأل عبد الرحمن ولا ايه؟ لا ليه بي سهلة؟ بيقول لك انك الكارينج اماونت القيمة الدفترية نتيجة لإعادة التقييم حصل فيها مش انخفاض. decrease. اه ما انخفاض دي صح، هي دي كده صح. لا ما هي التكملة بقى اللي غلط. الانخفاض ده بيتم الاعتراف بيه في البروفيت اور لوس
في الانكم ستيتمنت او بيتم الاعتراف بيه كربح او خساره في قائمه الدخل؟ لا، تمام. هو الكيرنج اماونت لما بيحصل فيه ديكريز، بس بيبقى اللي هو عشان بسبب الديبريشيشن او لا، الامورتيزيشن. هو هنا بيعمل لك بسبب ان انا عملت ريفالويشن موديل، عملت اعاده تقييم، يبقى فاعاده كان هيروح على، المفروض هيروح على الاو سي اي كده. الاو سي اي بالظبط، تمام المفروض يروح على الاو ماشي. سي اي. خلينا نشوف طب سي ليه غلط. The carrying amounts of assets are fair value at the end او at the date of revaluation less any subsequent accumulated depreciation or amortization. ال carrying amount للأصل هو عبارة عن ال fair value، القيمة الدفترية، القيمة العادلة بتاعته في تاريخ ال revaluation، مطروح منه any subsequent accumulated or depreciation accumulated depreciation or amortization. كارينج اماونت للاصل يعتبر الفير فاليو؟ لا، هو الكارينج اماونت للاصل ما يعتبرش الفير فاليو، يعتبر البوك فاليو، او هو الكارينج اماونت هو البوك فاليو، يعتبر الهيستوريكال كوست او الكوست، يعتبر التكلفه ناقص الاكيوميليتد ديبريشيشن. لكن انا عندي مصطلح تاني هيظهر معانا قدام هنتكلمه عنه، هيبقى هو الفير فاليو ناقص حاجه تانيه هيجي معانا. ماشي أستاذة إيناس، مشيت لأن عندها شغل بكرة، ف خلينا احنا نكمل. طيب دخلنا هنا نموذج إعادة التقييم، لسه مكملين على الريفالويشن موديل. يجب الاعتراف بالنقص الناتج عن إعادة التقييم كمصروف إلى الحد الذي تجاوز فيه أي مبلغ مضاف سابقا إلى فائض إعادة التقييم المتعلق بنفس الأصل. سيبك من الكلام ده. وعندما يتم التخلص من أصل معاد تقييمه الريفاليد اسيت از ديسبوزد، يعني خلاص بيتم بيعه مثلا، يمكن تحويل اي فائض اعاده تقييم مباشره الى الارباح المحتجزه. فاخد بالك، اي فائض بيتحول على طول للربح المحتجز، او قد يترك في حقوق الملكيه تحت في الايكويتي تحت عنوان فائض اعاده تقييم اللي هو الريفالويشن سيربلس اللي هو موجود معايا في الاو سي اي. ولا ينبغي ان يتم تحويل الى الارباح المحتجزه من خلال الربح او الخساره البروفيت اور لوس. وقال لك هنا لا توجد قاعده بخصوص تكرار اعاده التقييم، فخد بالك الفريكوانسي للريفالويشن مش مطالب بيها، يعني ما فيش قاعده بتحدد لك هل هو كل سنه، هل هو كل كوارتر، هل هو باي انيوالي، يعني كل او مرتين في السنه. اخد بالك ما فيش قاعده دي. فالاجابه على سؤال زي ده على طول اللي هي there are no rules regarding the frequency of revaluation. سؤال سهل ما فيهوش حاجه، فما عنديش قاعدة في مرتبط بإعادة التقييم. طيب هنا مثال على نموذج إعادة التقييم. إيه اللي حصل؟ أنا ابتديت بإن أنا اشتريت شركة أو اشتريت أصل معلش من سنتين بتكلفة 100,000، كان معدل إهلاك 20%، وكنت شغال بالستريت لاين ميثود، وبالتالي هيتم الإهلاك كده على 5 سنين. لذا فإن الإهلاك المتراكم الآن لمدة عامين هيكون 40%، يعني السنة الأولانية، يعني أنا دلوقتي بيتم الإهلاك على 5 سنين، السنة الأولانية أهلكت 20، السنة الثانية أهلكت 20، يعني كله بـ40، يعني الـ accumulated depreciation بكام؟ بـ40,000. القيمة الدفترية الـ carrying value للأصل عبارة عن الـ accumulated depreciation ناقص المبلغ اللي أنا اشتريته بيه، فالمية ناقص الـ40 يعني 60. وافترض ان الشركة تعيد تقييم اصولها وتجد ان الاصل يساوي 85، يعني اخد بالك في عندي ربح بكام؟ بـ25,000. وتحت نموذج اعادة تقييم تحتاج الادارة الى تسجيل فائض ان هو يسجل سير بلس، وطبعا قلنا ده بيتسجل في الاو سي اي بكام؟ بـ25,000. وسوف تستند مصروفات الإهلاك خلال العام المقبل اللي هو السنة الثالثة على القيمة الدفترية الجديدة اللي هو كامل 85,000. يعني أنا الإهلاك بعمله على 85، مش بعمله على 60، لا بعمله على 85. والعمر الإنتاجي المتبقي لمدة 3 سنوات، فأنا أهلكت سنتين فمتبقي معايا 3، فال 85 دول هوزعهم على الـ3، وبالتالي مصروف الإهلاك للسنة الثالثة 28,333، والسنة الرابعة السنة الخامسة نفس الكلام. واخدنا سؤال هنا. طيب عبد الرحمن قول لي كده ايه الاجابه؟
بس الحق اقرا السؤال ماشي الاول. ماشي اهو، على مهلك على مهلك، اقراه كده بصوت عالي كده، سمعنا كده قرايتك وادينا الإجابة. طيب ماشي. هانج ليميتد ريكوجنايزد ان امبيرمنت لوس اون ا بلانت اسيت اون ذا 13th جون. هم جميل عملوا امبيرمنت لوس يوم 30 يونيو. جميل The recoverable amount after the loss is $900 جميل and the asset has estimated useful life of 5 years. Accumulated depreciation was $200 at the date on at the date and the straight line depreciation method is used. ماشي، هم جميل بيستخدموا القسط الثابت و ب 200 تمام على 5 سنين كده. جميل حلو. The asset cost 1,500 دولار. The future annual depreciation amount is. طيب احنا دلوقتي الأول هنجيب ال carrying amount بتاعتها. The recoverable amount المفروض احنا بنقارن بين ال carrying amount وال recoverable amount صح كده؟ هو خد بالك ان انا معايا عملت ريفالويشن. جميل، عملت ريفالويشن، طلع الاصل ده بكام؟ 900 ب 900. خد بالك ده كده الريكفري. ده بالنسبه لي هو خلاص، ده الكارنج اماونت الجديد تمام. ال 900 دي. هل الاهلاك ده هيتعمل على ال 900 دي ولا شغال زي ما انا على 1500؟ لا على 900. على ال 900. الله يفتح عليك. طيب ال 900 دي انا عملتها في اول في اول سنه ولا عملتها بعد كده؟ ما احنا المفروض بقى هنحسب في اول لا سنه ثواني المفروض، اللي انا شايفه ان هو في 13 اول جون. سنه. ماشي انا. طب هو كاتب حاجة طيب تدل على كده؟ اصل لا انا مش لا، شايف مش حاجة. مش عاطي اي دلاله على حاجه زي دي، فطالما مش تمام عاطي هتفترض ان هو ده خلاص في اول سنه عملت ريفالويشن طلع عندي خساره ب 900، انا اشتريته ب 1500 طلع ان هو ب 900. تمام الاهلاك بقى هعمله على ال 1500 ولا ال 900؟ قلنا على ال 900، فانا على هجيب 900 900. 900 قسمها على كام؟ على 4. ولا على الخمسة؟ مش هو احنا بعد اول سنة عديناها ولا هو قال لك يعني في في اخر السنة الاولى؟ 30 جون في نص السنة كده. يبقى 4.5. آه هو أخدها على الخمسة تقريبا على طول، ما دخلش نفسه في التعقيدات دي لأن هو مثال بسيط يعني. تمام ف900 على خمسة المفروض يديني كام؟ 900 على خمسة كام؟ 900 على خمسة 180، فهي الإجابة 180 180. واضحة عبد الرحمن ولا؟ بس هي حتة التواريخ دي الصراحة هي اللي ما ما هو يعني. لما بيدي مسألة طويلة المفروض بقى بيظبط موضوع التواريخ ده. طيب طيب رابح، واضح السؤال ده رابح ولا في مشكلة؟ طلع لك صوت الحمد لله. تمام ماشي، خليك معانا بقى بصوتك بحيث ان ايه هيكون اسهل من الكتابة وكده. طيب خير، خلينا نشوفه وقفنا فين، اخدنا السؤال ده اهو. ماشي، احنا كده خلصنا اول حاجة نموذج اعادة تقييم، تاني حاجة اللي هو الاهلاك الديبريشيشن ما فيهوش مشكلة. معلش يا جماعة الملف بس مش مظبوط شوية. ماشي، الإهلاك الديبريشيشن، الإهلاك ده بيتعمل للكوست موديل أو للريفالويشن موديل، كده كده الإهلاك شغال وده لجميع الأصول القابلة للإهلاك الديبريشيبل أسيتس. طبعا المشهور عندي اللي هو الأصل الغير قابل للإهلاك اللي هو الأراضي اللاندز. طيب هنا بيقول لك يجب توزيع عامل allocated المبلغ القابل للإهلاك الديبريشيبل أماونت، اللي هو عبارة عن إيه الديبريشيبل أماونت؟ التكلفة ناقص القيمة المتبقية، الكوست ليس ريسيديوال فاليو أو الكوست ليس سكراب فاليو أو الكوست ليس سالفج فاليو، في مسميات كتيرة للقيمة المتبقية. طب إيه يا عبد الرحمن القيمة المتبقية دي؟ بيعتبروا ان هي دي القيمة اللي ممكن نبيع بيها بعد ما يعني بعد الخمس سنين بعد ما العمر ينتهي بتاع العمر الافتراضي بتاع الديبريشيشن. بتاع الأصل قصدك؟
بتاع الاصل يعني. بالظبط بعد بالظبط بالظبط. يعني انا اشتري الاله دلوقتي مثلا ب 10,000، ممكن ابيعها كمان مثلا 5 سنين اللي هو عمرها الانتاجي مثلا ب 1000 مثلا، وبالتالي الديبريشبل اماونت المبلغ اللي هيتم الاهلاك عليه 10 ناقص 1000، يعني هيتم الاهلاك على 9000 على اساس منتظم على مدار العمر الانتاجي للاصل on the systematic basis over the asset's useful life. الديبريشبل اماونت ممكن يسميه الديبريشبل فاليو، وممكن تتحسب باكتر من معادله. الكوست دي طبعا اللي هي الهيستوريكال كوست، التكلفه التاريخيه. ومعانا هنا شويه اسئله كده. طيب يا رابح، شوف لنا كده اول سؤال كده وقول لنا ايه الاجابه. زائد الـ residual value، القيمة المتبقية دي. الـ cost of the fixed asset. بالظبط. الـ cost of the fixed asset. طيب عبد الرحمن يلا السؤال التاني. In the calculation of depreciation, all of the following items are actually estimated expect. Actually estimate يعني هي actually estimate انها ممكن تقديرها يعني. بالظبط، بتبقى ارقام تقديرية. salvage value، ما هو بيقول لك except فيما عدا. مين من دول اللي هي واضحة او ان هو ما بيبقاش رقم تقديري؟ ال historical cost. بالظبط، ال historical cost، ال useful life تقدير، ال residual value او ال salvage value، الاثنين نفس المعنى، مفيش فرق ما بين ال residual value وال salvage value. ودي برضو بتبقى ارقام تقديريه وبتتغير، فممكن يتغير معايا قدام. لكن ال historical cost دي التكلفه تاريخيه من اسمها حتى historical. طيب رابح، هو عارف هنا السؤال ده مبني على مبني على طرق الإهلاك. فأنا عندي طريقة للإهلاك مثلا بتعتمد على عدد السنوات. احنا في تقريبا الوزن مفيش. بالظبط، الله يفتح عليك، الوزن، الوزن هي اللي مفيش. ايه رأيك يا عبد الرحمن، في إضافة هنا؟ لا تمام 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 في عندي ساعات الخدمة، في عدد الوحدات، تمام، وفي عدد السنين في الإجابة دي. طيب ماشي عبد الرحمن. depreciation is provided on the fixed asset. الفيكسد. طب عندك فكرة ايه السي دي؟ لا الصراحة انا اول مرة اسمع الاسم ده، أول مرة أشوفه. طب شوف لنا كده في جوجل الترجمة بتاعته يعني. الترجمة. رابح عندك تعليق على سي؟ لا حقيقة لا. طب شوف لنا عبد الرحمن كده في جوجل ايه المقصود استنى ارجع لك اسمها الكلمة دي. أصول وهمية. فيكتشوس اسيتس، أصول وهمية. أصول وهمية. ماشي. طيب رابح، depreciation is charged on the ايه رأيك؟ سهل ده رابح. ده سهل. يعني انا بيتم تحميل
الإهلاك بناء على إيه؟ depreciable value. بالظبط، شفت؟ بس معناه السؤال ايه؟ انا مش فاهم معنى ما السؤال. هو الإهلاك بيتم تحميله charged on، بيتم تحميله على depreciable value، depreciable value القيمة القابلة للإهلاك. طب عبد الرحمن، السؤال اللي بعد كده نفس السؤال اللي انت حليته قبل كده. depreciation fixed assets. طيب السؤال اللي بعديه، طيب estimated sale value of the asset and at the end of its economic life is known as residual value. بالظبط الإجابة دي. خلينا برضو ايه نرجع تاني. بيقول لك هنا يجب مراجعة عمل ريفيو للقيمة المتبقية للأصل الريسيديوال فاليو اوف اسيت والعمر الإنتاج الأصل اليوسفول لايف اوف اسيت على الأقل في نهاية كل سنة مالية at least at each financial year end. وغالبا ما تستخدم مصطلحات زي القيمة المتبقية أو قيمة الإنقاذ أو قيمة الإنقاذ أو قيمة الخردة عند الإشارة إلى القيمة المقدرة المتوقعة في نهاية العمر الإنتاجي للممتلكات والآلات والمعدات المستخدمة في الأعمال التجارية، ويتم استخدام هذه او يتم استخدام هذا المبلغ المخطط لحساب مصروفات الاهلاك للاصل، وغالبا ما يفترض انه صفر. طيب هي ايه في طريقه من طرق الاهلاك ما بتاخدش الريسيديوال فاليو؟ حد فاكرها يا جماعه؟ مفيش حد فاكرها صح؟ ولا انا والله. بس هي في طريقه مش ما بياخدش الريسيديوال فاليو في حساباته، يعني بياخد الكوست على طول وبيشتغل عليها. طيب من ضمن الحاجات برضو اللي هي تكاليف البحث والتطوير، وده بيفرق ما بين اليو اس جاب المعايير الامريكيه والاي اف ار اس. الاي اف ار اس بيقول لك ان هو بيفصل ما بين الريسيرش وما بين الديفلوبمنت، فبيقول لك ان تكاليف البحث اللي هي تكاليف الريسيرش، الريسيرش كوست مي او ماست بي اكسبنسد، يجب ان هي يتم معاملتها كمصروف، يعني الفتره اللي بيتم تكبدها فيها بتنزل على طول كمصروف. لكن تكاليف التطوير اللي هي الديفلوبمنت كوست، قال لك في ظل ظروف معينه قد يتم راس مالها. الديفلوبمنت كوست اندر سيرتن سيركمستانسز مي بي كابيتالايزد. واداك سؤال هنا على الحته دي، والسؤال ده من السي اف اي، السؤال الثاني ده من السي اف اي. خلينا بس في اول سؤال. ماشي يا رابح، هما السؤالين مرتبطين بالحته اللي احنا اخدينها دلوقتي. فيما يرتبط بالديفلوبمنت. must be expensed و are always deferred and expensed against future revenue. The development costs may be capitalized as an intangible asset in very restrictive situations، يعني مواقف محددة أو معينة مقيدة كده. Development costs are recorded in other comprehensive income. Development costs may be capitalized. هي بي، هي سي. development cost may be capitalized as intangible assets، كأصل غير ملموس في ظل ظروف محددة جدا. ده وفقا للـ IFRS. طب وفقا للجاب بقى، لا، كل المصاريف دي بيتم صرفها، بتنزل كلها كمصروفات. طيب عبد الرحمن، السؤال ده CFA، يعني سي اف اي، شهادة السي اف اي، عارف السي اف اي اللي هي المالي المحترف، اللي هو مش عارف ايه المالي المحترف حاجة كده؟ لا، اللي هو التشارتر فاينانشال اناليست، المحلل المالي المعتمد، بتعتبر ايوه تمام، من اقوى الشهادات في المجال ده يعني. تمام. طيب قول لي بقى ايه الاجابة هنا؟
a company that reports under IFRS has developed. هو في مشكلة في الصوت طيب يا جماعة؟ لا 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 سامعينك كويس سامعينك كويس. Has developed a new product which required research cost of 2 million and the development cost of 3 million. The maximum amount the company can record as the value of the new product on its balance sheet is C 5 million. خد بالك انا شغال اي اف ار اس وقلنا ان الريسيرش كوست بتنزل كمصروف. بس انا فاكر لما ذاكرتها قبل كده ان هو بعد بوينت معينه بنحط الريسيرش تقريبا كوست على الديفلوبمنت بنزودها. انت ذاكرتها فين سي ام اي؟ لا كان تبع الاي اف ار اس. لا طبعا الاي اف ار اس كل تكاليف البحث بتبقى مصروف كلها اخد بالك. ماشي ايوه تمام يبقى هتبقى 3 مليون تمام اللي جاب ايه. طيب ماشي نكمل. واذا كان متوقع واذا كانت التوقعات تختلف عن التقديرات السابقه فإن أي تغير يتم احتسابه بأثر مستقبلي كتغير في التقدير للتشينج ان استيميت بموجب معايير المحاسبة الدولية رقم 8. يعني هو قال لك لو أنت مثلا جيت لعمر الإنتاج للأصل مثلا رحت مزوده بدل ما كان 10 سنين بقى 15 سنة فده تغيير في تقدير تشينج ان استيميت. التغيير في التقدير بتشتغل بيه بروسبكتيفلي بأثر مستقبلي. فأنا عندي بروسبكتيفلي وعندي ريتروسبكتيفلي بيكتب لي. الريترو ده بأثر رجعي. الريترو ده لما بيغير في اكاونتنج بوليسي في سياسة محاسبية. لكن البرو سبيكتيف او البرو سبيكتيفلي ان انا بغير في استيميت في تقدير زي رقم زي ده. فمش هرجع اعدل بقى القوائم المالية القديمة واعمل اهلاك بناء على ال 15 سنة الجديدة. لا انا هعدل السنة اللي انا فيها والسنوات اللي جاية ماليش دعوة باللي فات. لكن لو غيرت مثلا في اكاونتنج بوليسي غيرت في سياسه في الاهلاك كنت شغال مثلا ستريت لاين ديبريشيشن وغيرت مثلا الاكيوميليتد الاكسلريتد ديبريشيشن الاهلاك متسارع في الحاله دي انا بغير في سياسه محاسبيه. ففي الحاله دي لازم اغير باثر رجعي ارجع على كل القوائم الماليه اللي اقدر ارجع لها يعني يكون براكتيكال عملي ان انا ارجع لها واعدل فيها كلها. يكمل بعد كده يجب ان تعكس طريقه الاهلاك المستخدمه الديبريشيشن ميثود يوز النمط الذي تستهلك فيه المنشاه المنافع الاقتصاديه للاصل الباترن ان ويتش هيز اسيت ايكونوميك بينيفيتس ار كونسيومد باي ذا انتيتي. وده طبعا واقف على المانجمنت جادجمنت الحكم بتاع الاداره. طيب استاذه رحاب دخلت معانا تاني. طب المايك مفتوح عندك خلي بالك لو عايز تقفليه اقفليه. بعد كده يقول طريقة الإهلاك التي تستند إلى الإيرادات البيزد أون ريفينيو الناتج عن نشاط يتضمن استخدام أصل غير ملموس غير مناسب غير مناسبة. يعني ممكن أستخدم طريقة للإهلاك مبنية على الإيرادات. يعني ما بعملش إهلاك إلا لما يكون فيه إيرادات. قال لك دي تعتبر غير مناسبة طريقة غير مناسبة. المعيار ما بيقبلهاش. يجب مراجعة السنوية على الأقل تمام. وإذا تغير نمط الإهلاك فيجب تغيير طريقة الإهلاك مستقبليا كتغيير في التقديم تمام نفس الكلام اللي احنا قلناه. ويمكن أن تكون التخفيضات المستقبلية المتوقعة في أسعار البيع مؤشرا على معدل إهلاك أعلى للمنافع الاقتصادية المستقبلية المضمنة في الأصل. وهنا قلت لك أن التغير في سياسة الإهلاك يعتبر تغير في السياسة المحاسبية accounting policy وده قلنا بتشتغل بيه ريتروسبكتيفلي باثر رجعي. ويجب تحميل الاهلاك على الربح والخساره للتشارج تو بروفيت اور لوس اللي هي الانكم ستيتمنت يعني ما لم يتم تضمينه في القيمه الدفتريه لاصل اخر. ويبدا الاهلاك عندما يكون الاصل متاحا للاستخدام الاسيت از افيلبل فور يوز ويستمر حتى يتم الغاء الاعتراف بالاصل اسيت از دي ريكوجنايزد لما انا خلاص بقى ايه ابيع الاصل ده او حتى لو كان خاملا ايدل. يعني خد بالك ان الاصل بمجرد ان هو available for use بحسب له اهلاك حتى لو ما استخدمتهوش حتى لو كان idle خامل.
يعني انا عملت آلة مثلا جبتها وحطيتها على جنب، بعترف لها برضو بإهلاك، عملت مبنى وحامل افتتاح ومش عارف ايه وكده، وقلت هأجل الافتتاح بتاعي، فالإهلاكات المرتبطة بالمبنى بيتعمل لها، الإهلاكات بتاعتها بتتعمل حتى لو لسه ما فتحتش المبنى طالما هو متاح للاستخدام. هنا بقول لك انتبه الى انه تختلف طرق الاهلاك المحاسبيه عن طرق الاهلاك وفقا للضرائب، لكن سيبك من الحته دي دلوقتي، خلينا نشوف هنا شويه اسئله. ماشي يا رابح. The main object of providing depreciation is، الهدف الاساسي من الاهلاك، ايه رايك مين من دول تنفع؟ افتح المايك يا رابح. رابح ايه مش معانا رابح ولا ايه؟ طب عبد الرحمن، عملنا يرجع رابح. ماشي عبد الرحمن، اي قول ايه الاجابه هنا تمشي to calculate net profit. بالظبط، هي الاجابه ايه؟ هي دي الاجابه، ايوه هي دي اجابتك صح ولا كنت لسه بتقرا؟ لا لا ايه مش بقرا. طيب تمام. السؤال التاني. طيب depreciation decreases إيه لما بتعمل يحصل لها decrease يعني؟ لا، الاهلاك لما بيتعمل ده بيقلل معاك ايه؟ ال capital الكابيتال، المصروف بيقلل الكابيتال، الايراد بيزود الكابيتال، والاهلاك مصروف. رجعت يا رابح ولا لسه؟ طب عبد الرحمن شوف لنا السؤال ده. ماشي. Which of the following is not cash outflow, new equipment, cash drawings, depreciation? طب الكوميشن بيد، الكوميشن بيد كاش اوت فلو، يعني ايه الكوميشن بيد؟ يعني انا دفعت عمولة صح؟ عمولة طب الدروينجز اللي هي ايه؟ الدروينجز مسحوبات. المسحوبات. تمام. طيب الديبريشيشن از تشارج اون، ايه رأيك عبد الرحمن؟ continuous pieces. على اساس مستمر. طيب خلينا ماشي، خلصنا الاهلاك عندي. عايز بعدين بس اسال سؤال، قول يا ريس. هو حضرتك انت الحاجات دي يعني بترجع معانا يعني كنت مديها لهم قبل كده يذاكروها ولا دي كده اول مره تتشرح؟ لا لا لا، دي بتتشرح وتنزل على اليوتيوب عندي. تمام ماشي. طيب ماشي، خلينا نكمل. بعد كده يقول لك العنوان اللي بعد كده في المعيار اللي هي قابلية استرداد القيمة الدفترية، ال recoverability of the carrying amount. قال لك يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 16 ممتلكات والمعدات الآلات والمعدات اختبار انخفاض القيمة، فبعمل حاجة اسمها impairment test. ولا يجوز إدراج أي بند من بنود الممتلكات والآلات والمعدات بأكثر من المبلغ القابل للاسترداد، ال recoverable amount، اللي هو إيه؟ المبلغ القابل للاسترداد هو القيمة العادلة ال fair value للأصل ناقص أي تكاليف مرتبطة بالبيع وقيمته في الاستخدام، less costs to sell and its value in use، أيهما أعلى؟ يعني القيمة القابلة للاستخدام دي اللي هي، أو القيمة المستخدمة دي على إنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية، الـ present value of the cash flow، يعني أنا بشوف التدفقات النقدية المستقبلية وبحسب لها الـ present value، ودي حاجة لازم تكون عارفها اللي هي الـ time value of money، القيمة الزمنية للنقود. تمام، مفيش شهادة إلا وبتلاقي فيها الموضوع ده ولازم تفهمه. فأنا بجيب القيمة اللي هي العادلة بتاعت الحاجة دي وهشوف هبيعها عاملة إزاي. تمام، وبجيب القيمة الحالية للتدفقات النقدية دي اللي هتباع بيها الأصل ده. ومعانا باين سؤال عملي هنا، بس خلينا نشوف الأسئلة. ماشي عبد الرحمن. Under IFRS, an intangible asset is considered to be impaired if its carrying value is greater than its recoverable amount. The recoverable amount is. The greater of its net selling price or its value in use. بالظبط. وهنا بعرف لك الريبليسمنت كوست،
دي تكلفة الاستبدال، وده مصطلح يشير إلى مبلغ المال الذي يجب أن تنفقه الشركة حاليا لاستبدال أحد الأصول الأساسية زي ممتلكات عقارية بواحد من نفس القيمة أو أعلى، بنفس الأصل كقيمة أو بأصل أعلى منه، ويشار إليه أحيانا باسم قيمة الاستبدال الريبليسمنت فاليو. وقد تتقلب تكلفة الأصل الاستبدال اعتمادا على عوامل، التكلفة دي بتزيد وتنقص، زي مثلا العوامل اللي بتأثر في حاجة زي دي القيمة السوقية للمكونات المستخدمة لإعادة بناء أو إعادة شراء الأصل، المصروفات التي ينطوي عليها إعادة الأصول للاستخدام. طيب السؤال الثاني يا عبد الرحمن، ماشي. If an entity doesn't expect to recover the carrying amount of an asset the entity has incurred, if an entity doesn't expect to recover carrying amount. يعني انا القيمة الدفترية دي مش هقدر استردها، لو بعت الاصل مش هقدر استردها، واخد بالك؟ ده معناه ان انا ايه اللي حصل عندي؟ البيرمت لوس. امبيرمنت لوس. اه بالظبط، حصل عندي انخفاض في القيمة، الاصل ده قيمته انخفضت. طيب شوف السؤال ده كده، When evaluating whether an asset has been impaired, the carrying amount of the asset must be compared to recoverable amount. Recoverable amount is the higher of fair value less cost of sale and value in use. رقم C. رقم سي بالظبط. سؤال اخير، اخيره زي اخير هنا يعني، the impairment test applies to all of the following assets. الامبيرمنت تيست ده بينطبق على البروبرتي بلانت اند اكويبمنت والانفنتوري، ديفيرد تاكس اسيتس، الفاينانشال اسيتس. اي واحده من دول تنفع؟ اللي هي اول واحده ولا تاني واحده ولا تالت واحده ولا رابع واحده؟ ايه طيب؟ ايه؟ اه ايه اللي هي اول واحدة؟ هو ما بتتبعش الامبيرمنت تيست، موجود بس للاصول الثابتة. بس هقول لحضرتك حاجة، قول. أنا فاكر لما كنت لسه بذاكر قريب الـ financial instrument، معيار كام ده؟ IFRS 9 تمام. معيار رخم. ماشي. جدا. في جزء في الـ impairment model بتاع الخاص بالمعيار ده، ان احنا ممكن نعمل الـ financial asset لو هتتعمل بالـ amortized cost ممكن نعمل لها impairment، فليه بقى دي مش داخله معانا هنا؟ لو بشتغل بالموديل بتاع الامورتايزيشن ده، انا بتكلم كده على اصل، على ورقه ماليه انا محتفظ بيها حتى تاريخ استحقاق، صح كده؟ هيلد تو ماتيوريتي، تمام. صح. بشتغل بالامورتايزيشن وبعمل، بتقول ان انا بعمل امبيرمنت تيست برضو. كان في حاجه اسمها impairment model، اه وناخد حاجه حتى اسمها اللوس الاكسبكتد كريدت لوس. اه اه ايوه الكريديت لوس. والله ما اعرف، مش عارف. نشوفها دي بعدين. ما عدتش انا لسه على المعيار ده بصراحة، الـ IFRS 9 ده. طيب بالنسبة للأصول الغير ملموسة اللي هي الـ Intangible Assets ذات العمر غير محدد الـ Indefinite Lives، فإنه يتم عمل اختبار انخفاض القيمة الـ Impairment Testing في نهاية كل عام. فالاختبار ده بيتعمل كل سنة لأصول غير ملموسة غير محددة العمر، زي إيه؟ الجود ويل اللي هي الشهرة. الجود ويل، الجود ويل. طيب وذلك نظرا لعدم وجود اطفاء سنوي فانه يجب اختبار القيمه الدفتريه كل عام، ده بسبب ان ملهاش امورتايزيشن، فبيتعمل لها امبيرمنت تيست كل سنه. واتحط هنا شويه اسئله برضو، ايه رايك في اول واحده؟ annually at the annual reporting date.
annually at the annual reporting date. الباي انيوالي ما عداش عليك المصطلح ده قبل كده صح؟ لا انا اول مره اشوفه برضو النهارده، بس هو ده معناه مرتين في السنه. تمام صح. طيب السؤال التاني main test must be applied to the following intangible asset every year. asset have a definite useful life. لا تاني واحد B assets with indefinite useful life. بالظبط. شوف السؤال اللي بعد كده. Routinely comparing the carrying amount of goodwill with the recoverable amount of cash generating unit asset on annual basis is known as. لا ثواني. ده impairment test. Impairment test. Impairment testing. طيب. ذا موجود هنا تي بس مش شات. كمل. كمل ماشي. شوف ايه الاجابه هنا. هي امبي هي ذا ذا impairment test for goodwill must be conducted annually at balance date. annually at balance date. كنت شاك. at the same time every year. ماشي حلوة دي. مش لازم في تاريخ القوائم يعني. يتم تضمين اي مطالبة بالتعويض claim for compensation من اطراف ثالثة على انخفاض القيمة في الربح والخسارة عندما تصبح المطالبة مستحقة القبض. ناخد بالك مرفوع عليك قضية والرافع القضية كسبها، فده طبعا خلاص بقى ريسيفابل، بقى حاجات لازم تدفعها. طيب هنا الغاء الاعتراف، دي الصفحة كده بيقول لك انك لما تتخلص من الاصل او تسحبه من الاستخدام تعمل له ريتايرمنت ولا توقع اي منافع اقتصادية مستقبلية من التخلص. ففي الحالة دي لازم تشيل الاصل ده من قائمة المركز المالي، الستمنت اوف فاينانشال بوزيشن اللي هي البالانس شيت يعني. الربح او الخساره من البيع هو الفرق بين المتحصلات والقيمه الدفتريه، انت هتاخد قد ايه والكارنج اماونت عندك عامله ازاي. لو ده اكبر يبقى عندك ربح، او لو ده اكبر يبقى عندك ربح. البروسيدز اكبر يبقى عندك ربح، لو البروسيدز اصغر من الكارنج اماونت يبقى عندك خساره. وطبعا حاجه زي دي بتظهر على طول معاك في قائمه الدخل. اذا استاجرت المنشاه بعض الاصول ثم توقفت عن تاجيرها فيجب تحويل الأصول إلى المخزون بقيمتها الدفترية حيث يتم الاحتفاظ بها للبيع في سياق الأعمال العادية. وبعدين آخر حاجة عبد الرحمن، هو شوية ملاحظات مرتبطة بالمعيار ما فيهاش حاجة يعني. خد بالك الديسكلوجرز والنوتس بتاعت القايمة بس كده يا عم عبد الرحمن. ماشي ماشي يا ريس، نورتنا. شكرا جدا. وتابع معانا كده، احضر بقى المحاضرات اللي جايه. خلاص تمام. حضرتك بتعلن على الجروب ولا عندك على على الجروب وعلى صفحه الفيسبوك؟ طيب خلاص ان شاء الله انا معاك. بيبقى ليها وقت معين؟ لا والله على حسب ما تبقى انت فاضي. على حسب وقتي والله. طيب تمام، هو بس حضرتك لو تدينا يعني بس قبلها كده بوقت معين عشان ابقى مظبط نفسي. ماشي يا ريس ماشي. يلا السلام عليكم. ماشي السلام. ماشي يا شباب، وبكده تكون خلصت المحاضرة. أتمنى تكون عجبتكم. معلش ما سجلتش صورتي النهاردة لأن الإضاءة مش كويسة عندي، ف يا ريت لو عجبتكم المحاضرة شاركوها، اشتركوا في القناة، سجل إعجابك بالمحاضرة، ونشوفكم على خير إن شاء الله في المحاضرة اللي جاية. يلا السلام عليكم.